حول بكم إلى تعويضية العمال بزيرالدا، أين ستختتم اليوم المجلس الوطني للأرندي أشغال دورة المجلس الثانية المنعقدة بتعويضية العمال بزيرالدا بعد انطلاق أشغالها أمس الخميس. والآن مشاهدينا نستمع لكلمة الأمين العام للأرندي أحمد ويحيى، نتابع. كانت كذلك الدورة هذه فرصة لتقييم أوضاع بلادنا، وفي هذا التقييم وكما تأكد ذلك في اللائحة أو في البيان الختامي، سمح التقييم للتجمع الوطني الديمقراطي من خلال المجلس الوطني أعلى قيادة له ما بين المؤتمرات أن يؤكد دعمه المطلق والدائم لسيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللي زدنا نحييوه اليوم. مادام بالأمس جريدة من جرائد الإلكترونية تساءلت إذا كان من ضروري أن في كلمتي وباسمكم نقدم عرفان الحزب للرئيس ونكرر الموضوع. احنا في التجمع الوطني الديمقراطي نحن في التجمع الوطني الديمقراطي عائلة عندها بعض الخصوصيات. الخصوصية الأولى اتحاد الحزب، ما تأسس حزب من أجل وضع مصعد للسلطة. نهار تأسس التجمع الوطني الديمقراطي كان الكثير يغطي وجهه بالجرنان. أسسنا حزب للنضال من أجل قضية وهي الجزائر. هذه الخصلة الأولى للتجمع، والحمد لله مازالها دائمة، وإحنا قادمين على العيد العشرين إن شاء الله في السنة المقبلة، وإن شاء الله صعود الشباب في صفوف التجمع يضمن استمرار هذه الخصلة عبارة العشريات إن شاء الله. النقطة الثانية لتميز التجمع الوطني الديمقراطي هو أننا أوفياء وثابتين في مواقفنا. لكن خيرنا نمشي مع المترشح آنذاك في 99 المترشح عبد العزيز بوتفليقة، مشينا معه على أساس قناعات وبرنامج اللي قنعنا، وإذا نستمر في دعم له نستمر في هذا الدعم من انطلاق تأكيد قناعاتنا في الميدان و السعادة بكون الجزائر، الشعب الجزائري فرحان هو كذلك بالشيء اللي قدمه له الرئيس. والباقي عطينا بعض الأدلة، الجزائر ما تنحصرش في العاصمة، وأنا نقدر نقول ولد العاصمة ونعز العاصمة، لكن تخرج 50 كيلومتر على الجزائر كاين جزائر أخرى. الجزائر اللي فيها الناس اللي كانوا في الغبن وطلت عليهم الشمس، الجزائر اللي كانت فيها الناس ما ترقدش في الليل والآن تفرح، الجزائر اللي كانت شعبها يدفع ثمن إعادة الهيكلة واليوم مهما كانت المصاعب تاع الناس الشعب الحمد لله طلت عليه الشمس وربي يدومها إن شاء الله. إذن هذا هو اللي يخلينا ما ناش نكارين الخير وما ناش نكارين المواقف وما ناش الناس اللي نمشي وندور. كذلك الأمس كانت لنا فرصة في نقاشنا وجاءت كذلك مؤكدة في البيان الختامي لكي نؤيد الحكومة. نؤيد الحكومة أولا لأن الحزب طرف فيها من خلال إخوان وزراء، والبعض منهم موجودين هنا والبعض راه محكوم في مهام والله يكون في عون الكل. ثانيا نحن الحكومة لن ننظر إليها لقسم كحك، باكي ننظر للحكومة كجماعة لله يحسن عونها في العمل الشاق خدمة البلاد، وخاصة في ظروف قاسية اللي راهي تمر بها الجزائر ماليا. ونعتبر أن هذا الدعم يحق لنا أن نرافقه بملاحظات وأن نكون من مشجعي بقاء الجزائر على خط استقلالها الاقتصادي والمالي، اللي بدونهم
حتى الاستقلال السياسي ولا السيادة السياسية تكون شوية هاشة. أمام هذه الأوضاع اللي عرجت عليها بعجالة وجات في مواقف الحزب في نقاشنا ومواقف الحزب في نصوصنا، قرر كذلك التجمع الوطني الديمقراطي وأمر عادي وطبيعي أنه يكثف من تجنيد صفوفه، لأن كان نقول البلاد تحتاج تواجه ظروف صعبة، فكما يقولوا خاوتنا في الشرق وخلاها عيسى الجرموني الله يرحمه برحمة الله تصيح وتعرف موتها، كان الجزائر في المحنة اللي تلقى ولادها. ماناش نقولوا رانا في كارثة حاشا ولله، لكن رانا في منعرض صعب، ونعتبر أن على التجمع الوطني الديمقراطي يكون مجند وسيكون يستمر في تجنيده، وإن شاء الله هذا التجنيد يكون تجنيد الوطنيين كلهم وعددهم واسع واسع جدا على التجمع الوطني الديمقراطي وحده. رابعا، كانت الفرصة في هذه الدورة نحضر دخول التجمع الوطني الديمقراطي للانتخابات التشريعية المقبلة، وأنا سعيد أن قيادة الحزب متمثلة في المجلس الوطني قررت قسم الأعباء وتأكيد الديمقراطية في الحزب، ونحن قادمون على هذا الموعد. قسم الأعباء لأن هذا الدرك طايح على القيادة الوطنية، نربحوا رابحين معاكم، نخسروا احنا اللي خاسرين. إذن هنا تجنيد الإخوة والأخوات في الهيئات المحلية، مكاتب الولائية والمجالس الولائية، قلت يأكد الطابع الديمقراطي للحزب، والحزب ما هوش حزب شكارة، والحزب إذا كان اجتمعت ناس حول القائمة نقول أننا قطعنا نفس المشوار في المعركة والمنافسة الشريفة مع الآخرين. إذن كما قلت في البداية لا أطول عليكم في هذه المحطة النهائية، لأن أصدقائنا من الإعلام سيكون بين يديهم البيان الختامي واللائحة النظامية، وغدا إن شاء الله على الساعة 9:30 يكون لي الشرف نتلاقى بالإعلام باش نجاوب على الأسئلة تاعهم. أنتم قضينا وقت طويل في النقاش، سمعتوني هذه المرة الثالثة، سمعتوني في الافتتاح، سمعتوني في الليل، هنا حاولت نأدي الواجب. ففي نهاية الأمر نقول أن نمشي للميدان لكي نعمل باش نجسد قراراتنا، وأضيف كذلك باسمكم جميعا أحر التهاني لشعبنا الأبي، وأخلص أمنيات لوطننا الغالي. عاش التجمع الوطني الديمقراطي، رحم الله الشهداء، تحيا الجزائر، والسلام عليكم.